والفتح ما كيدربش اي واحد الا مدرب يخصو يمشي مع المشروع ديال الفتح. اذا بسم الله الرحمن الرحيم، كان الاداء كنعتقد كان جيد بالنسبه للفريق ديال الفتح، اللي من الملاحظه انه كيتشكل من الاغلبيه الساحقه اليوم ديال الشبان ديال الفريق الامل اللي طلعوا هذا السنه، وكان العدد ديالهم تقريبا 10 ديال اللاعبين. كي شفتوا من غير الزرهوني والجهدي والباس اللي دخل حتى الاواخر ديال الشوط الثاني، فهادو كلهم عناصر اللي شابه ولاج ديالهم يعني جد صغير، فهذا منتوج ديال الاكاديمي ديال الفتح اللي بدات 2016. فبعد المرور دابا ديال 5 سنوات فالمنتوج بدا كيبان، بدينا كنعتمدوا على فريق ديال الابناء ديال المدرسه. الهدف ديالنا هو انه ان شاء الله يكون مانتيان وواحد الرتبه محترمه، ولكن الهدف الاسماء هو نربحوا ان شاء الله فريق كبير في المستقبل ابتداء من السنه المقبله ان شاء الله. ولكن كيبقى ديما الصلاحيه ديال المدرب. بالنسبه للمدرب ديال باسي مصطفى الخلفي، يعني راه مشكورا قام بواحد العمل كبير ولكن النتائج ما سافاتوش. بالنسبه للمدرب الجديد اللي هو ديمبا، يعني جديد قديم، فهو اللي عليه يدو طلعوا هاد الشبان وكيعرف لي كاليتي ديالهم، وبالتالي كاين واحد الانسجام بيناتهم، انما يفتقدوا شويه ديال العنصر التجربه. هادشي مع الوقت ان شاء الله غادي يكتسبوه. اللي كيطمئن هو اننا ان شاء الله في المستقبل غنكسبوا واحد الفريق اللي واقوي في الساحه ديال كره القدم الوطني ان شاء الله. شكرا. المقابلة ما كانت سهلة، سيرتو في بريمير ميطون هما دخلوا ضغطوا علينا من الأول، لقينا صعوبة باش أننا نديرو اللعب اللي موالفين كنديرو، كانوا بزاف ديال لي ديشي تكنيك. مي الحمد لله في الدوزيام ميطون استطعنا أننا نرجعو في الماتش. ما كانت سهلة، كنبغي نفيليسيتي الدراري كاملين والستاف كله. شفنا تغيير المدرب، اعتماد على لاعبين الشباب. الله يرضي عليك. لا على الاعتماد ديال لاعبين الشباب في هذه المباراة. كنظن ان ماشي 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 يلا هذا العام غادي تبدا تلعب الفتح الدراري الشباب، فهذه سياسه ديال النادي والحمد لله كتعطي الاكل ديالها. شي كلمه بالمناسبه ديال العيد الجماهير. مبروك وشركم كاملين وكاع المغاربه.